شهور كده لما بتطل علينا وبتهل علينا على طول بيجي لنا نوع من انواع الالارم كده، على طول بتلاقي سارينا كده بتفكرك بذكريات كثيره جدا. شهر اكتوبر دايما مرتبط معانا كلنا بدوري ابطال افريقيا، يعني لما بيبتدي شهر اكتوبر على طول بتشعر بالاجواء الخاصه لكل عشاق الساحره المستديره وقطبين الكره المصريه الاهلي والزمالك، على طول كل المشجعين وكل الجماهير بيتذكروا ذكريات كثيره جدا وهم متواجدين داخل الاستاد او حتى بيتفرجوا من بيوتهم على المباريات المهمه جدا في مسابقه دوري ابطال افريقيا. وما ان احنا دخلنا في شهر اكتوبر واللي شويه هنقول انه في تحديات للقطبين سواء اذا كان الاهلي او الزمالك محليه وقاريه، يعني شهر اكتوبر جماهير القطبين هيكونوا على موعد مع اكثر من اختبار محلي وافريقي. خلونا نقول لكم بينتظر ايه شهر اكتوبر للاهلي والزمالك. اولا القطبين عندهم اختبار افريقي باذن الله، بتكلم عن دور ال 32 هيكون مؤهل لدوري المجموعات من دوري ابطال افريقيا. نبتدي معاكم بمواجهة النادي الأهلي. الأهلي هيكون عنده مواجهة ممكن تكون أقوى شوية من الزمالك، وساعتها هيترد عليا على طول لكل الناس اللي بتتفرج من جمهور الزمالك هيقولوا ليه أقوى، لأنه في بعض المعايير دايما بنقول عليها للمنافس، وبنقول أنه لازم نحط في الاعتبار لما بنقول أنه ممكن يكون المنافس أقوى بيكون بناء على معايير كتيرة جدا، فممكن تكون المواجهة دي أقوى شوية بالنسبة للنادي الأهلي. والنادي الأهلي هيلعب مع الاتحاد المنستيري التونسي، ده هيكون ذهابا في تونس وإيابا في القاهرة. وطبعا ليه بقول كده، الزمالك هيلعب المباراتين على أرضه، ممكن تكون دي لصالح نادي الزمالك شوية. مباراة النادي الأهلي مش سهلة أبدا على الإطلاق، مش معنى إن هي في دور مبكر إن هي سهلة. الفريق التونسي هو تاني الدوري الموسم الماضي بفارق مباراة وحيدة عن بطل الدوري اللي هو الترجي التونسي. على فكرة الفريق ده كان قريب جدا من هو يفوز بالبطولة ويتفوق على أندية كبيرة جدا في تونس زي النجم الساحلي، زي الإفريقي، زي الصفاقسي التونسي، وأكيد عندهم تطلعات كبيرة جدا إفريقيا في أول مشاركة ليهم في دوري الأبطال، إن هم طبعا يوصلوا لأبعد نقطة في البطولة علشان يثبتوا نفسهم. وما افتكرش إن هيكون عليهم أي ضغوط، يعني عارفين الناس اللي هي بتلعب بأريحية وبيكونوا عايزين يقدموا عروض جيدة ويثبتوا ان هم كانوا على الموعد وعلى قدر المسؤولية من غير اي ضغوط جماهيرية تماما. يعني ما اقدرش ان انا اقارن مستوى النادي الاهلي ولاعيبته والضغوط الجماهيرية بنفس الضغط الجماهيري اللي هيكون على المنافس اللي هو الاتحاد المنستيري. طيب خصوصا كمان ان هم هيلعبوا مع النادي الاهلي بطل افريقيا مرتين في اخر ثلاث نسخ، يعني انا بتكلم هنا على حاجات كتيرة جدا بتثبت لنا ان المباراة دي ممكن تكون مش سهلة او اجواءها مش سهلة عليهم، وده بيأكد لنا تفاصيل كتيرة جدا ممكن نعيشها في المباراة دي ذهابا او ايابا. مرهان يعني بنتكلم على انه دايما شهر اكتوبر، وهنا ما تكلمتش على المحافل الاخرى او ما تكلمتش على المواعيد التانية لسبب انه ممكن السوبر المصري لحد ما معتادين دايما ان هو يكون في الشتاء اكتر، بمعنى ممكن يبقى في شهر نوفمبر، ممكن يبقى في شهر فبراير زي ما اعتدنا عليه، فبراير اكتر اعتقد ممكن يعني هو يمكن السنه دي اول موعد انه السوبر المصري يتقدم شويه. ان شاء الله نشوف باذن الله مباريات مهمه في شهر اكتوبر على مدار الشهر، اكيد في يعني كفايه انطلاقه موسم جديد من بطوله الدوري ده بقى بالنسبه لتحديات حتى بعيدا عن القطبين، فبالتالي احنا بنبدا كده بنقص الشريط مع بداية شهر أكتوبر وأحداث كتيرة على المستوى الكروي. بدأنا الحديث مع حضراتكم عن بطولة دوري الأبطال اللي طبعا كل يعني أنظار الجماهير بتكون رايحة عليها، خصوصا بمشاركة الأهلي والزمالك في بطولة دوري الأبطال والمنافسة الشرسة والطموح الكبير والأحلام اللي بتكون عند كل الجماهير أن البطولة دي تكون من نصيبهم علشان يكونوا بيحصلوا على نجمة جديدة. فبالتالي البطولة دي لها قيمة وليها مكانة خاصة في قلوب كل الجماهير، بتتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي بغض النظر عن اسامي الانديه اللي هيكون بيتواجه امامها الانديه المصريه باذن الله يكونوا قادرين على تخطيها. يعني عشان كده ممكن نقول ان المباراه مش سهله بنسبه 100% على النادي الاهلي، ولكن بيبقى للنادي الاهلي التاريخ الكبير، ومفيش مباراه دلوقتي في افريقيا سهله، وهي دي النقطه المهمه. ممكن نكون بنضيف برضو بعض الشيء للتحديات، هو تواجد مستر مارسيل كولر
مدير فني سويسري جديد عامل تدعيمات جديدة تمت في الفترة الأخيرة في الانتقالات الصيفية، فأكيد الجماهير كمان مستنية يشوفوا دور الصفقات دي إيه مع الفريق في المواجهتين أمام الاتحاد المنستيري، فإن شاء الله نشوف كده بداية موفقة للنادي الأهلي في بطولة دوري الأبطال، ونفس التمنيات دي أكيد لنادي الزمالك اللي ممكن يكون الوضع نسبيا بالتاريخ وبالأرقام يبدو أفضل. المنافس اللي هيكون بيتقابل أمامه الزمالك هيكون عنده مواجهة أمام فلامبو بطل بوروندي في مباراتين، الاثنين هيكونوا في مصر، حاجة طبعا تحسب لمسؤولي نادي الزمالك لأن في البداية كان في يعني شوية إصرار من مسؤولي النادي البوروندي إن المباراة تقام في تنزانيا مش الاثنين يكونوا في مصر، ولكن في الآخر تم حسم النقطة دي. ولكن برضو نفكركم إن فلامبو أخرج الاتحاد الليبي من البطولة، لكن الأمور الفنية أكيد بالورقة والقلم بتصب في مصلحة نادي الزمالك. نعتقد إن هي مباراة أكيد هتكون في الإمكان، وبإذن الله نفس الأمر بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مستر جوزيفالدو فيريرا، هيكون بيدفع بأكبر عدد ممكن من التدعيمات الجديدة والصفقات اللي أبرمها النادي في الميركاتو الحالي علشان يكون الجماهير بيطمنوا إلى أي مدى أصبح في تناغم، ومهم جدا نتيجة إيجابية أعتقد بالنسبة للفريقين مع بداية الدوري بعدها بكام يوم في منتصف أكتوبر، فممكن تكون نقطة فارقة قوي على الحالة المعنوية بالنسبة للاعبين الجماهير والجهاز الفني طبعا. ولكن يعني الضغط شوية، يعني ضغط المباريات شوية ممكن ده اللي يكون عامل حالة من التأثير على النتائج برضو. وهنا يا مريم بنقول إن ملهاش مقياس، يعني أعتقد إنه ضغط المباريات في بداية الموسم بتتكلمي محلية سواء إذا كان بداية مسابقة الدوري المصري وهيكونوا لسه جايين من مباريات إفريقية وبعد كده السوبر المصري بقى اللي عايزين نكلم حضراتكم عليه، يعني يمكن التحدي الثاني اللي بينتظر القطبين هيكون تحدي من نوع خاص يعني جدا في نهاية الشهر، مباراة السوبر المصري واللي هتتلعب في أبو ظبي في الإمارات، بنقول إن هي من المحافل الكروية وبتكون بمثابة كارنفال، يعني كل الجماهير المصرية بتكون بتحجز التذاكر من بدري جدا، كل الناس بتكون عايزة تسافر وتكون بتأزر فرقها وتكون وراها سواء إذا كان نادي الأهلي أو نادي الزمالك، حقيقة بنشوف تنظيم ولا أروع، بنشوف تجهيز للمباراة دي قبل الموعد بكتير جدا، وبنشوف كمان المباراة بتخرج بشكل في قمة الروعة والجمال، كل الجماهير اللي بتسافر من هنا بيروحوا بيتبسطوا ايا كان مين اللي بيكسب المباراه دي وبيتوج بطل السوبر المصري، ولكن بشكل عام بتلاقي كل الاجواء كانت ممتعه وجميله، والحقيقه ان احنا دايما بنحيي الجانب الاماراتي على التنظيم الجميل جدا، وخلاص يعني اعتقد ان مباراه السوبر المصري ما بقاش بيبقى ليها طعم الا لما بتقام على ارض الامارات. طبعا هتكون نتيجه المباراه دي مؤثره بشكل كبير جدا على انطلاقه كل فريق في مسابقه الدوري واللي هيبدا في منتصف الشهر الجاري، يعني عندنا في شهر اكتوبر شويه مواجهات كده كرويه حلوه، الاهلي الزمالك اكيد طبعا ده كله هيكون على شاشه قنوات اون تايم سبورتس، يعني نستعرض مع حضراتكم تاني التفاصيل هتكون عامله ازاي، اول مباريات هتكون في مسابقه دوري ابطال افريقيا، وبعد كده بنتكلم على انطلاقه مسابقه الدوري المصري الممتاز، طبعا ده هيكون يوم 17 او 18 اكتوبر، ويوم 28 ان شاء الله مباراه السوبر المصري، وان شاء الله يكون ختامها مسك على كل الجماهير وتسعد وتكون انطلاقه جيده لمسابقه الدوري المصري الممتاز. باذن الله نشوف انطلاقه المنافسات مع بدايه شهر اكتوبر فيها حاله من الاستقرار على مستوى التشجيع، بنتمنى في كل موسم ان يكون في حاله من الهدوء داخل الملاعب المصريه في توقيت احنا اكيد هنكون بنشوف تفاصيل جديده متعلقه بموسم جديد من بطوله الدوري، ومفيش حد بيتمنى حاجه اكتر من يكون عدد الجماهير بيزيد، ان تكون الجماهير موجوده وبتنور الملاعب كالعاده زي ما احنا بنشوف كده عروض مميزه ليهم من داخل المدرجات في السوبر المصري اللي بيقام في الامارات، نفس الحال ده اللي احنا بنتمناه دايما يكون موجود من داخل درجاتنا في مصر، فان شاء الله تكون الجماهير عندها الوعي الكافي وعندها الشعور بالمسؤوليه لدورها ايه دلوقتي في المرحله دي، ان احنا باذن الله نشوف كده طريقه تشجيع فيها نضج وفيها شعور بالمسؤوليه يمنع اي تعصب باذن الله في الفترات اللي جايه، ونشوف تحسن في الشق ده بنتمنى في الفتره اللي جايه.